سيناريو يعني الوضع كما هو عليه في وسط القطاع، استمرار لسماع دوي الانفجارات من شمال مخيمي البريج والنصيرات، وهذا ناتج عن قيام الجيش الإسرائيلي باستمرار للقصف المدفعي على مناطق متفرقة من المناطق الشمالية لمخيمي البريج والنصيرات. أيضا قيام الجيش الإسرائيلي بنسف لعدد من منازل المواطنين في بلدة المغراقة المحاذية لمحور نتسريم، وعلى ما يبدو الجيش الإسرائيلي يقوم بتوسيع المنطقة العازلة تلك المنطقة من أجل منع تساقط قذائف الهاون ورجوم وغيرها من القذائف الصاروخية التي تطلقها الفصائل الفلسطينية على آليات الجيش الإسرائيلي في محور نتسريم، لكن لا أحد يستطيع الاقتراب من تلك المناطق كونها مناطق حمراء، ولا نعلم ما إذا سقط الشهداء أو جرحى في تلك المناطق التي يتم استهدافها، لكن لربما هناك يعني إصابات أو شهداء لكن يتم انتشالهم في وقت لاحق لصعوبة الوصول إلى تلك المنطقة المصنفة بالحمراء شمالي مخيم البريج والنصيرات. سبق هذه الانفجارات قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف منزلا في مخيم 2 بالنصيرات، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة، وتم نقل الإصابات إلى مستشفيي العودة وشهداء الأقصى. كذلك طال القصف أيضا مدينة دير البلح عندما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في شارع البركة جنوبي مدينة دير البلح، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بجراح مختلفة، وتم نقل جثماني الشهيدين والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى. كذلك طال القصف مخيم النصيرات عندما استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وهذا أدى إلى استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بجراح مختلفة، وتم نقل جثماني الشهيدين والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. المسيرات الإسرائيلية ما تزال تحلق وعلى علوم منخفض في سماء وسط القطاع، وهذا ينذر بتجدد للغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف وسط القطاع كباقي محافظات قطاع غزة. هنا في وسط القطاع قرابة 1.5 مليون نازح ونازحة يعيشون ظروفا صعبة وقاهرة جدا جراء استمرار موجة النزوح اللانهائية وجراء استمرار العدوان الإسرائيلي وتجديد للحصار الإسرائيلي المفروض على كافة محافظات القطاع. إذن أيمن أبو شنب مراسل الغد من دير البلح، شكرا لك.